ريما حمزات صانعة صابون في عجلون. في هذه البلدة الجبلية الهادئة شمال الأردن تتعاون امرأتان في عملية صقل الصابون ليأخذ شكله النهائي. عندنا أول شيء بنجيب الزيت الزيتون نشتري من المجتمع المحلي، لازم يكون أجود أنواع الزيت، بنحطه بطنجرات الستيلس ستيل. ليش ستيلس ستيل؟ حتى الوعاء من ضعف الصابون لازم يكون أورجينال ما يعملش أكسدة على الزيت. عندنا أول شيء هاي زيت الزيتون نطبخه على النار لمدة 6 ساعات 7 ساعات. أول ساعة من الطبخ بنضيف العشبة الطازجة، ليش؟ عشان ناخذ كل الفائدة الموجودة فيها. هاي بعد المرحلة هاي بنضيف العشبة الناشفة، وبعد ذلك بصير عندنا زي الكيكة بالضبط، فهيك تكون هي تفاعلت الصابونة مع بعضها البعض وصارت زي قطعة واحدة متجانسة. بعد هاي المرحلة مباشرة تنطبخ لمدة 6 ساعات، وبعد 6 ساعات مباشرة بنحطها بصواني ستينلس. ثم يتم تعليبه ولصق العلامة التجارية عليه قبل أن يرسل إلى صالة العرض وبعدها إلى العاصمة الأردنية. بالنسبة للصابون، الصابون نحن بنعمله من زيت الزيتون والعشب الطبيعي بدون ما أضيف عليه مواد كيماوية. فأول صابوني هاي صابونة ماسك للبشرة لمدة دقيقة دقيقتين متشطة فيها بالماء. الرمان الصبح عشان تعطيك تبريد للبشرة بأشعة الشمس. حليب الغنم بشد البشرة بعطيها حيوية، والعسل بفتح البشرة. فهي لازم الصبح، هاي لازم المساء، وهي قبل ما تنامي. عطلة نهاية الأسبوع تشهد تحول مصنع الصابون مزاراً للأردنيين. أهلا وسهلا فيكم، إيش اللي بدكم إياه؟ بحاسبكم. هون بثلاث دنانير ونص. وعندنا هون صابون. شوف مين هاي الصابونة، سميها. يشتري الناس من كل الأعمار هذا المنتج المحلي آملين أن يمنحهم نضرة البشرة رغم سعره المرتفع. تأسست بهدف إنها تسويق السياحة البيئية وتسويق منتجات الحرف اليدوية اللي بتعملهم سيدات المجتمع المحلي. دكان الطبيعة هو مكان بيجمع كل هدول الهاند كرافت أو المنتجات الحرف اليدوية، بيجمعهم بمكان إنه بيكون سهل للسياح ولا سكان المجتمع المحلي بعمان إنهم يوصلوهم ويقدروا يشتروا منهم. المصاري اللي بتندفع سعر هذا المنتج بتروح في تطوير المنتج، وبتروح برضه في إدارة المشغل، يعني كل المصاري اللي بترجع بتساعد السيدات المجتمع اللي بيشتغلوا بهدول المشاغل، من شراء مواد خام، من دفع رواتب لهم، من تكاليف إدارة المشغل بشكل عام. برضه في عنا كمان بقدر الواحد يشتري اونلاين وال جوردن ويب سايت او ثرو ار سي ان ويب سايت، وبرضه بيقدر يتواصل معنا عن طريق الايميل، وبتوصل البرودكت وين ما كان موجود بالعالم. في عنا كلاينت من امريكا، من يوروب، في عنا كلاينت من فار ايست، بكل العالم ممكن نوصل لهدول الكلاينتس. بالنسبة للمنتجات الحرف اليدوية الموجودين عنا، تكلفة الإنتاج لكل منتج تعتبر أعلى نسبياً من تكلفة إنتاج المصانع. كلفة إنتاج مثلاً صابونة بمشغل الصابون لما بنشتري المواد الخام من اللوكل كوميونتي والمجتمع المحلي تتودى للمشغل، بالصيدات في لهم تكلفة رواتب بندفع لهم برضو على القطع، قدي بنتجوا قطع برضو، هاي كمان لها دخل دور كتير كبير. كلفة جابتها من منطق من مشغل لعمان وعرضها بالشوروم، هاي برضو بترفع برضو من كلفة المنتج. فكل هدول العوامل تدخل بتحديد سعر المنتج النهائي. منتج الصابون عنا هو من أبرز المنتجات تجوها بيت الصابون بمحمية عجلون. سعر الصابون بتراوح من 3.5 دنانير أردني، يعني تقريباً بيساوي 4 دولار أو 5 دولار أمريكي. ولكن لهذا الصابون الطبيعي شعبية كبيرة بين الأردنيين والأردنيات، حتى ولو بلغ سعر أصغر قطعة من الصابون العجلوني ديناراً أردنياً، أي أكثر من سعر كيلوغرام واحد من الأرز. عندي استعداد أصرف على صابونة إذا كانت صابونة يعني منيحة، أو مثلاً حسب الصابونة. فلما أعرف إنه نساء من مجتمعي عم بيحاولوا يعملوا فرق بحياتنا وبحياتهم هم، يعني أكيد رح يلعب تأثير دور كتير كبير على إذا رح أشتريها أو لا، أو إذا غيري رح يشتريها أو لا. فكله بيعتمد على التسويق. دينار أردني لهي شافت الصابونة؟ لا،
مش كتير. أنا ممكن أشتري صابونة على حسب من مين عم بشتريها، ويعني في صابونين حقهم 30 قرش، في نص دينار، في دينار، في 5 دنانير، في 8، في أكتر ممكن أظن، ما أعرفش، بس يعني على حسب الصابونة من مين عم بشتريها ومن وين. في أكتر من طريقة، بسأل الناس أوقات من ريحتها، أوقات من اللي بيكون مكتوب، يعني كمان في أسلوب دعائي معين بتبعوه، فمثلا لما يكتبوا له ناتشر 100% أو إنه مستحضر من زيوت طبيعية، بحس إنه هذا الإشي بدي إياه يعني. فأنا كمان أنا ما بستخدم شامبو لشعري، بستخدم صابون، فكل ما يكون يعني كل ما أحس إنه طبيعي أكتر برتاح له أكتر، مش غالي ومش إشي إنه الناس ما بيقدروا يشتروه.